السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد. ازيكم شباب؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكون كلكم كويسين وبخير دايما يا رب. فيديو النهارده اتكلم فيه عن شاشه اتسالت فيها كتير قوي في التعليقات، وهي شاشه توشيبا موديل الزد 770 كي في. فاشرح لك في الفيديو ده مميزات وعيوب الشاشه دي ايه، وفي اخر الفيديو هكلمك عن رايي فيها وايه اللي ممكن تجيبه بدلها. بس يا ريت دلوقتي ما تنساش تدوس لايك للفيديو وتشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، عشان يوصل لك كل جديد من محتوى القناه وما تفتكش اي فيديوهات جديده. يا ريت ما تنساش دعم القناه عن طريق خاصيه ثانكس او شكرا من الزرار بتاع ثانكس اللي هتلاقيه موجود تحت الفيديو. طبعا لازم اشكر كل الناس اللي دعمت القناه بالفعل عن طريق خاصيه ثانكس، فبشكركم جدا يا جماعه على الدعم ده. وزي ما انتم شايفين ان اغلب الدعم جاي من السعوديه، مفيش اي دعم جاي من مصر خالص، مع ان يعني اغلب مشاهدات القناه من مصر، فمش هينفع كده يا جماعه بصراحه. انا كده خلي محتوى القناه رايح للسعوديه بس. وحتى لو مش تقدر تدعم القناه عن طريق خاصيه ثانكس، فادعمها باشتراكك. اشتراكك مهم ليا وهيشجعني على ان انا استمر في المحتوى اللي انا بقدمه، لان انا طبعا في كميه تعليقات بتجيلي كتير جدا من ناس مش مشتركه في القناه وبتزعل ان انا ما بردش عليها. والفكره هنا ان انا يعني مش لازم تبقى مشترك، او يعني مش اجبار يعني انك تشترك علشان ارد على تعليقك، ولكن الفكره ان انا بتجيلي كميه تعليقات كتير جدا كل يوم ومش بلحق ارد عليها كلها. ولما برد على تعليقات بتبقى الاولويه في الرد للناس اللي منتسبه في القناه عن طريق خاصيه الانتساب اللي هو الزرار الموجود جنب زرار الاشتراك، وبعد كده برد على المشتركين، وبعد كده برد على الناس اللي ما اشتركتش خالص. بدون ما اطول عليكم يلا بينا نبدا. شاشه توشيبا موديل الزد 770 كي في هي شاشه سمارت بدقه 4K من موديلات السنه اللي فاتت 2022، وبتدعم تكنولوجي الكيوليد او الكوانتم دوتس اللي هكلمك بالتفصيل عنها اكتر كمان شويه. والموديل ده بيكون متوفر بمقاسين، هما ال 55 بوصه وال 65 بوصه. وسعر مقاس ال 55 بوصه دلوقتي على موقع نون 19600 جنيه، وسعر مقاس ال 65 بوصه على موقع شركه العربي 29000 جنيه. وطبعا شركه العربي هي الوكيل بتاع الشاشات توشيبا في مصر، وبتدي لك على الشاشه ضمان سنتين. وممكن يبقى السعر بتاع مقاس ال 65 بوصه يعني غالي شويه او سعر قديم شويه، لان الشاشه مش متوفره عندهم في المخزون، ولكن انا حاولت اجيب سعرها من المواقع الاونلاين فما لقيتهاش خالص وقت نشر الفيديو، فهو ده السعر اللي موجود ليها قدامي دلوقتي. وعلى مستوى التصميم الخارجي، فالشاشه بتيجي بتصميم بيزل لس او بدون حواف من ثلاث جوانب، والجانب الرابع بيبقى اتخن شويه وبيكون عباره عن شبكه مصنعه من المعدن، بيكون فيها اللوجو بتاع توشيبا وبيكون فيها السماعات بتاعه الشاشه، واللي بيدي للشاشه شكل شيك وبريميوم مع الستاند بتاعها اللي بيجي في وسط الشاشه. وعلى الرغم من ان التصميم الخارجي للشاشه يبدو شكله شيك وحلو، لكن هو في رايي مش افضل حاجه، لان يعني اغلب الشاشات دلوقتي بقت متجهه لفكره ان هي تكون بيزل لس او بدون حواف من الاربع جوانب، لان يعني الجانب الرابع لما بيبقى تخين شويه بيعمل نوع من انواع التشتيت وانت بتتفرج على شاشه التلفزيون. وحتى لو في شاشات الجانب الرابع فيها تخين شويه فبيبقى مش بالضخامه دي او مش بكل التخن ده. بالاضافه لكده كمان لو بصيت على الشاشه دي من الجنب هتلاقي ان حجمها ضخم جدا، يعني الشاشه دي من الجنب تخنتها 9 سنتي، وده يمكن بسبب ان هي بتدعم تكنولوجي الفول اري لوكال ديمنج اللي هتكلم عنها بالتفصيل اكتر كمان شويه. ولكن لو جيت بصيت على شاشات منافسه زي مثلا شاشه سامسونج الكيو 80 سي، هتلاقي ان هي برضو بتدعم نفس التكنولوجي بتاعت الفول اري، ولكن تخنتها اقل بكتير. يعني شاشه سامسونج تخنتها 46 ملي او 4 سنتي ونص، الشاشه دي تخنتها 9 سنتي، يعني فرق كبير قوي في الضخامه بين الشاشتين. وده طبعا بيخلي الشاشه لما بتتعلق على الحائط شكلها بيبقى ضخم قوي وهي متعلقه على الحيطه. يعني لو قارنت الشاشتين مثلا شاشه سامسونج وشاشه توشيبا، هتلاقي ان شاشه سامسونج يعني شكلها رقيق شويه وشكلها اشيك بكتير وهي متعلقه على الحيطه. والنقطه دي يعني لو انت مش هتعلق الشاشه على الحيطه فممكن ما تبقاش نقطه مهمه قوي بالنسبه لك. اما بالنسبه للسوفت وير او نظام التشغيل، فالشاشه دي بتيجي بنظام تشغيل اندرويد 10، وبيكون فيها مساحه تخزين داخليه 16 جيجا بايت، فتدي لك امكانيه انك تنزل تطبيقات كتير من متجر الجوجل بلاي. والريموت كنترول بيبقى فيه زراير اختصارات للتطبيقات المهمه زي نتفليكس وبرايم فيديو ويوتيوب. ده غير ان هي طبعا بتدعم الاوامر الصوتيه، وتقدر تستخدم الاوامر الصوتيه سواء بالريموت كنترول او بدون الريموت كنترول، لان بيكون في مايك في الشاشه نفسها موجود في الشبكه الجريل المعدن الاماميه. المايك ده وظيفته ان هو يسمع الاوامر الصوتيه بتاعتك بشكل مباشر بدون ما تستخدم الريموت كنترول. ولكن انا شايف ان الشاشه دي لو كانت بنظام تشغيل جوجل تي في ده كان هيكون افضل، لان يعني المنافسين ليها زي مثلا شاشه تي سي ال LC735 من السنه اللي فاتت او LC745 بتاعت السنه دي، فكانت بتيجي بنظام تشغيل جوجل تي في. ونظام تشغيل جوجل تي في هو برضه نظام تشغيل اندرويد، ولكن يعني بتبقى واجهه المستخدم بتاعته منظمه اكتر، والاداء والبرفورمانس بتاع يعني التنقل ما بين التطبيقات المختلفه والتعامل مع الشاشه بشكل عام بيبقى احسن من الاندرويد تي في. بالنسبه لمداخل ومخارج الوصلات، فالشاشه بيكون فيها اربع مداخل HDMI، اول وتاني مدخل بيكونوا مدخلين اصدار 2، المدخل الثالث والرابع بيكونوا اصدار 2.1، ودول اللي هتقدر تلعب عليهم جيمز بدقه 4K بسرعه 120 فريم بير سكند. وده غير مخرج الصوت الاوبتيكال، ومدخل USB 3 ومدخل USB 2، ومدخل التلفزيون الارضي، ومخرج سماعه راس 3.5 ملي، ومدخل الايثرنت او مدخل كابل اللين. في هنا نقطة صغيرة بتميز الشاشة تي سي ال LC745 عن شاشة توشيبا الزد 770، والنقطة دي هي نقطة مدخل الـ EARC.
لان شاشه تي سي ال قدروا ان هم يخلوا مدخل الاي اي ار سي يبقى مدخل غير المدخلين الفور كي ال 120 فريم بير سكند. فبالتالي انت لو عندك اكتر من جهاز زي مثلا عندك بلاي ستيشن 5 وعندك اكس بوكس وعايز توصل الجهازين في نفس الوقت، فيبقى عندك مدخلين يعني تقدر توصل عليهم الكونسولز دي، والمدخل بتاع الاي اي ار سي تقدر توصل عليه الساوند بار. لكن في الشاشه دي المدخل اللي هو الثالث ده بيكون مدخل 120 فريم بير سكند مع الاي اي ار سي، فبالتالي انت لو عندك ساوند بار يعني هتوصله على المدخل ده، وهيبقى عندك مدخل واحد بس توصل عليه جيمنج كونسول واحد. فدي نقطه بتميز شاشه تي سي ال برضو عن الشاشه التوشيبا. وعموما الشاشه دي بالنسبه للعب الجيمز تقدر تقول ان يعني احسن ارخص شاشه تشتريها للبلاي ستيشن 5 والاكس بوكس سيريس اكس، لان زي ما قلت لك دلوقتي هي شاشه بمعدل تحديث او ريفرش ريت 120 هرتز، وفيها مدخلين اتش دي ام اي 2.1، بالاضافه ان هي بتدعم الاي ام دي فري سينك بريميوم، فده هيخليها شاشه مناسبه كمونيتور للبي سي لو انت عايز تلعب جيمز على البي سي، وفيها وضع العاب وفيها اي ال ال ام او اوتو لو لاتنسي مود، فيخلي الشاشه تدخل على وضع الالعاب بشكل تلقائي بمجرد انك تشغل الجيمنج كونسول اللي عندك. ولكن يمكن النقطه الوحيده اللي بتنقصها في موضوع الجيمنج ان ما فيهاش وضع الصوره الاتش جي اي جي، وكمان ما فيهاش الجيم بورد او يعني مثلا الجيم بار زي الموجود في شاشه سامسونج، او الجيم اوبتمايزر زي الموجود في شاشه ال جي. فدي يمكن النقطتين الوحيد بس اللي ينقصوا الشاشه دي في لعب الجيمز. اما بالنسبه لجوده الصوره فالشاشه دي تعتبر جوده صورتها ممتازه جدا بالنسبه لسعرها، لان زي ما قلت لك في اول الفيديو ان الشاشه دي بتدعم تكنولوجي الكيو ليد او الكوانتم دوتس، والتكنولوجيا دي طبعا بتحسن من جودة الالوان وبتزود من تركيزها وبتحسن من درجات اللون الاسود في الشاشة. بالاضافة لكده كمان الشاشة دي بتدعم تكنولوجيا الفول اري لوكال ديمينج، والفول اري لوكال ديمينج بسرعة اللي مش عارفه بيكون عبارة عن ان الشاشة بيكون ظهرها كله مليان لمبات، ولكن الاضاءة بتاعت الشاشة دي بتكون متقسمة لزونز او لمناطق بتطفي وتنور بشكل منفصل، وده بالتالي بيخلي ان الشاشة تتحكم في الاضاءة بتاعتها بشكل احسن، وده برضو بيكون ليه تأثير على درجات اللون الاسود اللي بيخليها اعمق ويعني شديدة السواد اكتر من الشاشات اللي ما فيهاش فول اري لوكال ديمينج، وكمان بيقلل الوهج او البلومينج حوالين الحاجات المضيعة قوي في الشاشة. وده غير ان الشاشة دي بتدعم الدولبي فيجن اي كيو اللي بيستخدم السنسور او الحساس بتاع الاضاءة اللي موجود في الشاشة عندك علشان يظبط لك الاعداد بتاعت الصورة بافضل جودة ممكنة بشكل تلقائي على حسب الظروف بتاعت الاضاءة اللي عندك في الغرفة لو انت مش عارف تظبط الاعداد بتاعت الصورة عندك. بالاضافه لدعم ال HDR 10 بلس فهيبقى عندك يعني كميه محتوى كتير تقدر تتفرج عليه سواء دولبي فيجن او HDR 10 بلس. كمان البيك برايتنس او اقصى شده لاستيعاب الاضاءه دي يعتبر قوي، لان الاضاءه بتاعت الشاشه قويه بتوصل لحد ال 1000 نتس مع المحتوى ال HDR في البيك برايتنس بتاعها. البرايتنس بتاعت الشاشه بشكل عام تبقى في حدود ال 550 نتس، ولكن مع المحتوى ال HDR البيك برايتنس او اقصى شده لاستيعاب الاضاءه في الحاجات اللي بتكون بتلمع قوي في الشاشه او الحاجات اللي يعني فيها لمعه او فيها حاجه بتنور قوي في الشاشه، فالبيك برايتس بتاعها بيوصل لحد ال 1000 نتس، فيعني ده يعتبر كويس جدا. والشاشه بتدعم الاي كير بلو تكنولوجي اللي بيقلل من الانبعاثات بتاعت الضوء الازرق، فبالتالي بتريح العين اكتر. وكل ده بيكون بدعم من معالج الشاشه الريجزا 4K برو، اللي نقطه ضعفه الوحيده في رايي هتكون في نقطه الاب سكيلينج او نقطه تكبير المحتوى لدقته اقل من 4K، لان يعني الشاشه دي على الرغم من ان جوده صورتها كويسه، ولكن يعني نقطه ضعفها الوحيده تكبير المحتوى لدقته اقل من 4K. والنقطه دي هتفرق معاك قوي لو انت واحد جايب الشاشه عشان تتفرج اكتر على المحتوى بتاع القنوات بتاعه القمر الصناعي او قنوات الريسيفر المختلفه، لان قنوات الريسيفر اغلبها بتكون بدقه اتش دي او فول اتش دي بالكتير. فطبعا يعني لما بتيجي تعرض انت محتوى اتش دي او فول اتش دي على شاشه 4K، فبالتالي بتلاقي ان الصوره مبكسله او بتلاقي فيها نويز او بتحس ان فيها يعني ضوضاء كتير في الصوره، ما بتكونش الصوره نقيه واضحه زي ما تعرض عليها محتوى 4K. والنقطة دي هي أهم نقطة بتميز شركة عن شركة في شاشات التلفزيون. يعني مثلا أقوى شركة في النقطة بتاعت الـ 4K أب سكيلينج دي هي سوني، المعالج بتاع سوني اللي هو الكوجنيتيف إكس آر بروسيسور، ده بيعتبر أقوى معالج في السوق في نقطة تكبير المحتوى لدقته أقل من 4K. بيليه بعد كده المعالج الألفا 9 جين 6 بتاع الشات ال جي، وبعدين النيورال كوانتم بروسيسور بتاع الشات سامسونج، وبعدين الـ AI PQ بتاع تي سي ال، وبعدين بيجي شاشة توشيبا او الشات هايسنس. يعني هي دي الترتيب بتاع الشات من ناحية نقطة المحتوى لدقته اقل من 4K. فلو انت هتتفرج على محتوى 4K على الشاشة دي هتبقى مبسوط جدا وهتلاقي ان جودة الصورة ممتازة جدا. ولكن النقطة اللي بتتميز فيها الشاشة دي هي نقطة جودة الصوت، لان الشاشة دي بتيجي بنظام صوتي 2.2.2 شانل بقوة 68 واط، فده بيعتبر يعني افضل نظام صوتي في الفئة السعرية دي. يعني الشاشة دي بيكون فيها سماعتين للصوت العام بالاضافة لاتنين سابوفر مع اتنين تويتر علشان الصوت الدولبي اتموس. لو جيت شفت الفئة السعرية دي هتلاقي مثلا فيها شاشة سامسونج الكيو 80 سي بتكون بنظام صوتي 2.2 شانل بقوة 40 واط بس، ما بيكونش فيها تويترز عشان الصوت الدولبي اتموس. لو جيت شفت مثلا شاشة زي التي سي ال سي 745 هتلاقيها بتيجي بنظام صوتي اعتقد 30 واط اتنين قناة،
فبيكونش فيها سابوفر خالص، فبالتالي هتلاقي ان الشاشه دي يعني تعتبر جوده صوتها افضل شاشه في الفئه السعريه دي. كمان هتلاقي ان الشاشه دي بتدعم الصوت الدولبي اتموس والدي تي اس، الشاشه سامسونج بتدعم الصوت الدولبي اتموس بس، فلو انت عندك محتوى دي تي اس مثلا على دي في دي بلاير او عندك مثلا بلو راي عليه فيلم دي تي اس، فمش تقدر تسمع صوت الدي تي اس على الشاشه سامسونج، ولكن هتقدر تسمعه على الشاشه دي. كمان شاشه تي سي ال بتدعم صوت الدي تي اس، ولكن زي ما قلت لك النظام الصوتي بتاعها اقل من شاشه توشيبا، فتعتبر يعني نقطه التفوق في الشاشه دي اكتر حاجه هي نقطه جوده الصوت بتاعتها. فبشكل عام يعني لو انت بتفكر انك تشتري الشاشه دي، فانا يعني شايف ان هي مش افضل حاجه ومش اوحش حاجه، او يعني هي مش شاشه حلوه قوي ولا شاشه وحشه قوي، هي شاشه متوسطه وفيها عيوب زي اي شاشه فيها عيوب. لانك لو جيت شفت المنافسين بتوع الشاشه دي هتلاقي عندك المنافسين ليها هو مثلا السامسونج الكيو 80 سي، او مثلا التي سي ال السي 745 بتاعت السنه دي، او السي 735 بتاعت السنه اللي فاتت، او مثلا شاشات هايسنس زي اليو 6K او اليو 7K. كل الشاشات دي احسن من شاشه توشيبا في نقطه تكبير المحتوى لدقته اقل من 4K، بالاضافه كمان لان فكره الفول اري لوكال ديمينج في الشاشه توشيبا اداؤه مش افضل حاجه بالمقارنه للشاشه السامسونج، والسبب في كده ان الالجوريثم والمعالج بتوع شاشات سامسونج اقوى بكتير من شاشه توشيبا. ف يعني لو انت بتفكر انك تشتريها مثلا وعايز تلعب بلاي ستيشن 5 وعندك مثلا اكس بوكس وعايز تلعب جيمز 4K 120 فريم بير سكند، فزي ما قلت لك تعتبر يعني احسن ارخص شاشه ممكن انك تجيبها. بس خد بالك من نقطه ان الفول اري لوكال ديمينج ما بيشتغلش في الجيم مود في الشاشه التوشيبا، فمش هتستفيد من الخاصيه دي في حاجه. فزي ما بقول لك لو انت في مصر انت ما عندكش حلول، انت ما قدامكش حاجه غير السامسونج الكيو 80 سي هي اللي فيها نفس المواصفات دي تقريبا، فلو حابب تجيبها هاتها. انا عارف طبعا ان في ناس بتشتكي من عيوب الصناعه في الكيو 80 سي ومن عيوب الصناعه في شاشات سامسونج عموما، بسمع طبعا من كل الكلام ده، ولكن يعني هي دي الاوبشنز اللي قدامي، ما عنديش اختيارات تانية اقدر اقولها لك. يا اما مثلا بقى تزود شويه وتجيب حاجه ميني ليد مثلا من سامسونج زي الكيو ان 85 سي او الكيو ان 90 سي، او انك مثلا تدخل تدور في القناه هتلاقي فيه فيديو افضل 16 شاشه، يعني هتلاقي عندك في القناه فيديوهات كتير للشاشات كتير تقدر انك تختار ما بينها. اتمنى في النهاية ان الفيديو يكون افادك فعلا، ودلوقتي تتفرج على فيديو تاني من الفيديوهات اللي هتظهر قدامك، ويا ريت في النهاية متنساش اللايك والاشتراك في القناة، ونتقابل فيديو جديد ان شاء الله. سلام.